عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم. رواه البخاري. لله. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا في رحاب برنامج والصلح خير. ها نحن نعود إليكم في عدد خاص خصصناه لكم في هذه السهرة، سهرة الثلاثاء مع برنامج والصلح خير، في موضوع في غاية الأهمية مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح الذي يصلح ذات بيننا استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. من خلال برنامج والصلح خير نحييكم ونحيي كل من يتبع البرنامج، كل من يلتقطنا عبر الأقمار الاستماعية، وكل من يتواصل معنا من خلال عرضنا للقضايا وعرضكم لقضاياكم التي نتمعن فيها ونجد حلولا لها مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. نعود دائما إلى آته الآية الكريمة من ذكر الله العزيز الحكيم: والصلح خير. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري من هذا المنبر الإعلامي لقناة القرآن الكريم خامسة الجزائر. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله، نسأل الله دوام النعم وتمامها، وأنت بخير؟ الحمد لله دكتور. الحمد لله، ربي دوام النعم إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. إذن اخترنا سلسلة من المواضيع في هذه الأعداد الخاصة، حيث سنتعرف على مقاصدها، ونعود دائما إلى القرآن والسنة في برنامج والصلح خير. اخترنا عنوان الميزان دكتور سعيد، وأكيد أنك ستستحضر العديد من الآيات الكريمة التي جاءت فيها كلمة الميزان في كتاب الله العزيز الحكيم. نستحضر ووضع الميزان، ولكن نعود لنتحدث كيف يكون الميزان ربما في بداية الأمر. ببساطة قد يتكلم الإنسان أو يتحدث ويقول كلاما غير موزونا، عندها نصبح نتساءل أين الحقيقة وأين الخطأ، ومن خلالها هذا الكلام الغير موزون قد شب النزاعات بين الناس دكتور سعيد. قد نتحدث أيضا عن الميزان في المعاملات بين الناس، نتحدث أيضا عن ميزان الشرع دكتور سعيد، ونتعرف على ذلك من خلال هذه الحصة. قد نتحدث أيضا عن ميزان العقل. السؤال الأول: هل تصلح الحياة من دون ميزان دكتور؟ وما هي الموازين التي تستقيم بها الحياة في برنامج والصلح خير؟ تفضل دكتور ونحن نستمع إليك. الفضل، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الميزان، كلمة الميزان مصدرها من مفردة وزنة. نعم. وكلمة وزنة تفيد معنى الاستقامة، تفيد معنى التقدير، تفيد معنى التعديل. فكلمة الميزان هي كلمة جامعة لكل أمر مستقيم. والميزان تبنى عليه الحياة. ربنا جل جلاله خلق هذا الكون بميزان،
وقدر له الحركة والدوام بالميزان. نعم. وخلق الكائنات ما نعلم وما لا نعلم بالميزان، فأخضع الجميع للميزان، لقوله تعالى في سورة القمر الآية 49: نعم. إن كل شيء خلقناه بقدر. آية جامعة شاملة لجميع المخلوقات. نعم. إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. بتقدير، بتعديل، باستقامة، بميزان. فالجميع إذن، جميع المخلوقات تخضع لموازين في هذا الكون الفسيح. ربنا جل جلاله علمنا احترام الموازين بالنظر إلى مخلوقاته. نعم. على سبيل المثال في سورة الرحمن من الآية 7 إلى غاية الآية 9: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان إلى آخر الآية 9. نعم. وردت كلمة الميزان 4 مرات في هذه الآيات، 3 آيات. وقد بدأ بقوله والسماء رفعها، إشارة إلى هذا المخلوق الضخم، هذا المخلوق العظيم، السماء. من رفعها؟ من خلقها؟ خالقها جل جلاله. والسماء رفعها ووضع الميزان، إشارة إلى أن هذا الميزان كائن حاضر ضابط لكل ما يتحرك في هذا الكون الفسيح، ألا تطغوا في الميزان. إشارة وتوجيه لأعظم مخلوق سخرت له أشياء كثيرة في هذا الوجود، وهو الإنسان. إنسان، نعم. الإنسان هو أرقى الموجودات، جميع الموجودات سخرت له، الجمادات مسخرة للإنسان. نعم. من أحجار وتراب وغيرها، والنباتات والأشجار والحيوانات والطيور، كل جميع هذه الكائنات لها وجودها، لها قيمتها، لها مقاصدها، ولكن ربنا عز وجل اقتضت حكمته أن يسخر كل هذه المخلوقات لهذا الإنسان المعزز المكرم، الذي قال الله في حقه كما في سورة الإسراء في الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم. إذن لابد أن ندرك حضور هذا الميزان في جميع مجالات الحياة. ربنا عز وجل أرسل الرسل بالكتاب والميزان، جميع الأنبياء، جميع المرسلين جاءوا بموازين تضبط حركة الناس في هذه الحياة، إلى أن ختمت الشرائع وختم الدين بعدما اكتمل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في سورة المائدة في أوائل الآية 2 من سورة المائدة، ربنا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. اكتمل الدين، اكتملت موازينه، اجتمعت أحكامه التي تفرقت في سائر الشرائع السابقة، اجتمعت في هذه الشريعة الخاتمة. فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكتاب في حد ذاته مجموعة موازين، ذكرنا بعض الآيات، نقرأ يعني آيات في تضبط المجال التعبدي ومجال المعاملات، حينما يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وضع الميزان، هذا ميزان التعامل وغيرها كما سنشير بعد حين. إذن الكتاب
الكتاب إذا ذكرت هذه المفردة بإطلاق تنصرف إلى القرآن الكريم، لقوله تعالى في أوائل البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن فهذا القرآن العظيم منهاج حياة، في مثل قوله تعالى في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة شريعة وما سميت شريعة شريعة إلى الاستقامة أحكامها، لكونها عادلة مقدرة مستقيمة وتعدل سلوك الإنسان. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفي سورة الإسراء الآية 9: إن هذا القرآن، هذا الكتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي الإنسان التي هي أقوم في مجال الإيمان، في مجال العبادات، في مجال المعاملات، في مجال الأخلاق والسلوك، أي في مجال في جميع المجالات ضابطة. إذن هذا الكتاب ضابط بأحكامه لسلوك الإنسان وبموازينه. وهذه الميزان أيضا لم يتخلف ولن يتخلف أيضا في التقدير والتعديل بين الدنيا والآخرة. بعض الناس فقدوا هذا الميزان. نجد بعض الناس يهتمون بالدنيا، يعمرونها، ولكن لا يعمرون الآخرة، وكأن حياتهم مختزلة في هذه الحياة الأولى ولا حياة بعدها. وهم يجهلون بأن الموت محقق، والموت حق لا ينكره باطل، والموت هو انتقال من وجود إلى وجود، فقط انتقال من وجود زائل الحياة إلى وجود دائم الآخرة. وهناك من تفرغ للآخرة وأهمل الدنيا فقد ضيع الميزان. والميزان الشرعي هو إحداث يعني هذا التعديل والتوازن بين الدارين، بين هذه الدنيا الفانية التي ستفنى يقينا، وبين الحياة الآخرة وهي دار القرار. ربنا قال في سورة القصص الآية 77، وهو يضع هذا الميزان في قوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن ربنا حسم في هذه المسألة بهذا الميزان: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، دعوة للإنسان وللعمل للآخرة بالأعمال الصالحات وبالتوبة وفعل الخير والعبادات إلى غير ذلك، ليعمر آخرته بالحسنات، ليحصد في الآخرة ما زرعه في الدنيا. ولكن ربنا قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني بمعنى أن الإنسان لا يضيع هذه الدنيا، بل أمر بعمارها. أمر بعمارها، وهذا قمة الوسطية والاعتدال المطلوب في شريعة الله عز وجل. هذا ميزان. وربنا يبشرنا أيضا بأنه في الآخرة أيضا هناك ميزان توزن به الأعمال. ربنا قال في سورة الأعراف الآية 8: قال: والوزن يومئذ، المقصود هنا الآخرة، نعم، يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق. إذن وكأن الله يقول: اطمئنوا معاشر البشر، فإذا فقدت وضيعت هذه الموازين في دنياكم، وقد ضيعت حقيقة، وكلما ضيعت وقع خلل في حياة الناس في جميع المجالات، ربنا يقول: اطمئنوا، فإن هذا الميزان يكون حاضرا ليزن أعمالكم في دار القرار. والوزن يومئذ الحق، هذه في سورة الأعراف الآية 8. وسبحان الله، في آخر ما أنزل وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم، الآية 281 من سورة البقرة، ربنا يقول: واتقوا يوما، يعني إشارات كثيرة في القرآن إلى هذا اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
ثم توفى كل نفس ما كسبت، هذا ميزان. نعم. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن ربنا عز وجل أوصانا بإعمال الميزان في جميع المجالات. نعم. على مستوى الكون ننظر إلى السماء، ننظر إلى الشمس والقمر، كل واحد في يعني يسير في 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 مجاله، في مجاله. الشمس. نعم. والقمر، الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، والآيات كثيرة في هذا الباب، هذه النباتات وهذه الأشجار وهذه البحار الفصول. وهذه الأنهار وهذه. نعم. الفصول. نعم. الأربعة التي تمر على حياة الناس. الناس كل. نعم. شيء بالموازين. وإذا نظرنا إلى الإنسان كيف خلق الله عز وجل، خلق بصره وأمده يعني بقوة النظر، وخلق اليدين والرجلين، الرجلان التي يعني اللتان تحملان هذا الجسم، من دلائل قدرته أيضا، ويتحرك بها. نعم. كل ذلك بقدرة القلب الذي ينبض بلا محرك. نعم. بلا فعل فاعل، إنما بتقدير العزيز الحكيم، وجميع الأجهزة التي منحها الله عز وجل لنا، وهذه الخيرات التي بثها في هذا الكون الفسيح، كل شيء بالموازين. في الوقت نفسه قال لنا الآن طبقوا ألا تطغوا في الميزان، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. نعم. إذن هذه الموازين سترافقكم، ترافقكم لضبط حركة عقولكم. نعم. أو العقل ميزان. العقل ميزان أيضا. وقد ذكره الله عز وجل بوظائفه في الوحي الطاهر في القرآن الكريم أكثر من 1000 مرة، وكذلك في السنة النبوية المطهرة، وأرشدنا إلى العبادات وهي موازين. كيف وزع الصلوات على الأوقات؟ العبادات. شيء. نعم. عجيب. نعم. فالصلاة هي فرائض مكتوبات، والزكاة هي مقادير محددات. المقادير، الزكاة مقادير. نعم. ربنا قال في سورة المعارج في الآيتين، الآية 24 والآية 25، والذين في أموالهم حق معلوم. معلوم. إذن هناك ميزان. نعم. حق معلوم للسائل والمحروم، وتأتي السنة النبوية وتحدد لنا تلك الموازين، والأنصبة موازين. نعم. نقرأ في الموطأ، موطأ الإمام مالك، في الحديث رقم 580، ميزان الذهب. وهو الميزان المرجعي، الذهب وعليه القياس. نعم. القرآن أرشدنا إلى الميزان. ميزان. التدقيق. نعم. جاء في السنة النبوية في الحديث رقم 580 كما رواه الإمام مالك عالم المدينة. والفضة هو الميزان الثاني، ورد في الحديث رقم 584، 20 دينار بالنسبة للذهب، 200 درهم بالنسبة للفضة. والآن يدخل الفقه، فيتحرك الفقه بالموازين. طبعا لو سئل أحدنا الآن 20 دينار، نحن لا نتعامل بالدينار. أكيد. ولكن نتعامل بما يعادله بالميزان، وهو 85 غراما. نعم. الإنسان المعاصر لا يفهم هذا الدينار، ما قيمته. نعم. ما مكياله، هو ميزان. تغير، ولكن هو بالمقادير المعاصرة 85 غراما، هذا هو ميزان الذهب، هذا هو نصاب الذهب. بالنسبة للفضة في السنة 200 درهم، ما يعادله الآن 595 غراما. نعم. هذه كلها موازين. إذن فإذا كانت الصلوات فرائض مكتوبات، وكانت الزكوات والزكاة أنصبة محددات، والصيام أيضا أيام معدودات. الصيام أيام معدودات. نعم. والحج أشهر معلومات. نعم. إذن كل ذلك بموازين شرعية دقيقة. أما مجال المعاملات، وهنا أجيبك عن السؤال. نعم. كيف تستقيم الحياة؟ نعم. ما هي الموازين تستقيم بالحياة؟ مجال المعاملات وهو أخطر مجال. الموازين الأخرى تسير. نعم. بترتيب العزيز الحكيم. نعم. الشمس تشرق في وقتها وتغرب في وقتها. نعم. والقمر يتحرك من أول ميلاده حتى يكتمل، وهو بدر كبير مكتمل، ثم يتناقص إلى أن يصير محاقا، هكذا يسمى في اللغة العربية المحاق. هذه المنازل، منازل القمر. كل شيء يسير بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، سورة القمر الآية 49. ولكن
مجال آخر، مجال المعاملات، أصعب نحن شيء. مسؤولون، نعم، وهنا الخلل. كيف نلتزم؟ كلما تخلف الميزان كلما وقع الخلل. نعم، سبحان الله، التعامل بين أفراد الأسرة، الوالدين والأولاد، نعم، نبدأ بالوالدين يسمحوا لنا، بالأسرة، نعم، ربي وصى الوالدين قال لهم يوصيكم الله في أولادكم، يعني الوالدين لازم يطبقوا الموازين الشرعية في التعامل مع الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم. إذا اختل الميزان على مستوى الوالدين ماذا يحصل؟ يحصل خلل. خلل، نعم، الوالدين أكيد. واحد يحبوه والآخر ما يحبوهش، تبدأ الاضطرابات، اختل الميزان، تبدأ نعم. الاضطرابات، نعم. واحد يعطي له هبات ومع الممتلكات المغرية للدوناسيون يمدوا لهم، والآخرين يحرموهم. هنا ماذا حصل؟ اختل الميزان الشرعي. اختل الميزان الشرعي. ربنا لم يترك هذا للهوى. لو ترك ذلك الهوى، هذا معلوم يا نجات، تلقى الوالدين هذا يحبوه بزاف، هذا مازوز هذاك، نعم، صغير هذاك، نعم، ولا صغيرة، عادة يكون قريب كثير إلى قلب الوالدين. نعم. الشريعة لم تمنع المشاعر. نعم. الشريعة عادلة، لم تمنع المشاعر. تقول هذا المازوز هذا صغير يحبوه بزيادة، ولكن الشريعة تقول لا تترجموا هذه المشاعر إلى أعمال جائرة، جائرة، نعم، ظالمة. فإذا حصلت سيقع خلل في الأسرة. الأسرة. والحديث قياس أيضا، وصى الأولاد قال لهم وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومزيدا من ضبط الميزان قال ولا تقل لهما أف. في كلمة خفيفة تخرج من اللسان ولكن ما تقولوهاش، اللي يقولها ضيع الميزان، تضيع الأولاد الميزان. نعم. وإذا ضيع الأولاد هذه الموازين، نعم، يقع خلل. ما تكلموش على الواقع بين قوسين المرير، وإن نتحدث الآن عن دور الرحمة أو دور العجازة. نعم. إذن هناك خلل لا يمكن أن نتجاوز هذا الأمر دون التعليق على هذه المسألة، أمر عجيب جدا. نعم. إذا كان ربنا قال ولا تقل لهما أف، كيف بك تأخذ وكيف بتصرفات الأخرى إلى دار العجزة اللي توصل الأولاد ولا، نعم، الأحفاد يديو، نعم، الأجداد ولا الوالدين يديوهم لدار العجزة ولا يوصلهم للمحاكم. نعم. كين أولاد وقفوا والديهم أمام القضاء، يعني تقول هذا الزلزال، نعم، خلل في كبير، كينونة، نعم، الأسرة. الشريعة اهتمت بالأسرة كثيرا بضبط الموازين الكثيرة. لماذا؟ ليتزن المجتمع، لأن المجتمع يتشكل من مجموع الأسر، والأسرة هي النواة الأولى. وفي المجتمع، فالسوق هناك موازين، لا تبخسوا الناس أشياءهم إلى آخره، ألا تطغوا في الميزان، وزنوا بالقسطاس المستقيم، رواية ورش، وزنوا بالقسطاس، نعم، المستقيم، رواية حفص. إذن القسطاس المستقيم كلها موازين. إذن حركة السوق مضبوطة بالموازين، حركة المرور مضبوطة، نعم، مضبوطة بالموازين. نعم. كلما اختل ميزان كلما وقعت حوادث ومصائب رهيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الحركة بين الناس، العلاقة بين الناس، بين الأسرة الواحدة والجيران وداخل المجتمع، في مناطق، في أماكن العمل، نعم، في العلاقة بين العمال وأرباب الأعمال، في العلاقة بين الحكام والمحكومين، نعم، جميع العلاقات مضبوطة بالموازين. نعم. وكلما اختل الميزان كلما وقع خلل في حياة الناس، وكلما وقع الخلل وقع النزاع، ومن هنا يأتي يبدأ والصلح، نعم، خير، نعم، ليعمل عمله. نعود إلى القضاء إشارة خفيفة، وسنعود، نعم، في حلقة دكتور. من الحلقات. احنا في القضاء كان هذاك الميزان يوضع، يعني كل السادة الذين يعملون في هذا القطاع، القضاة والمثقين والمحامين إلى آخره، هذا الميزان، نعم، إشارة إلى ضرورة العدل. نعم. ربنا قال في القرآن الكريم وإذا حكمتم بين الناس
أن تحكم بالعدل. بالعدل. العدل ميزان. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أعدلوا هو أقرب للتقوى. أمر إذن هذا ميزان. حتى إذا اختل الميزان في مجالات أخرى، في السوق، في المعاملات بين الجيران، في الحدود وكذا، وقع النزاع، إما يروحوا للصلح والصلح خير، نعم، إما يروحوا للقضاء، القضاء. نعم. والقضاء أيضا ميزان، والصلح أيضا ميزان. أيضاً. سبحان الله، لابد أن أشير إلى فكرة زلزلت البشرية كثيرا، والتي هي الزلازل، نعم، التي تحصل في حياة الناس. نعم دكتور. الزلازل المدمرة غير المسبوقة في التاريخ. في التاريخ. نعم. التي أدت إلى وفاة آلاف من الناس، فضلا عن الخسائر المادية التي لا نحصيها. انهيار مدن بأكملها. انهيار مدن. نعم. والأعاصير التي دمرت مدنا وقرى، والكثير من الخسائر التي سببتها، التي نتجت عن هذه الأعاصير، ماذا حصل؟ حصل خلل، ولكن ذلك بحكمة الله. لا يقع شيء في هذه الدنيا إلا بعلم الله وتقديره، ولحكمة أرادها. وكأنه يقول للبشر: يا بشر، احذروا ميزان صغير. وأحيانا ذنوب البشر قد تكون هي السبب، وقد لا تكون، لأن هذه الله عز وجل يفعل ما يشاء. فالله علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون، كيف كان يكون. كل شيء بتقدير العزيز الحكيم. إذن أي خلل يحصل. لذلك احنا حينما تنزل المطر، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو: اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا. لما كان نقول: يا ربي أنزل لنا من المطر خيرا، ما ينفعنا، وينفع النبات، وينفع الحيوان، ولا يضر. ولكن إذا تجاوز الحد تتحول إلى سيول جارفة، جارفة للمصانع، جارفة للعمارات، جارفة للبشر. اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا. وإذا هبت الرياح الهوجة نقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ليظل هذا الإنسان عابدا لله، منسجما، متناغما مع ما يحصل في هذا الكون، وهو يعبد الله ويكثر من الدعاء ليرحمنا الله عز وجل. ولكن ارحموا من في الأرض، يأتي هذا الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود والإمام الترمذي، قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه رسالة قوية دكتور. رسالة، نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم أراد بنا الخير، نعم. هو الرحمة المهداة، قال: أنا الرحمة المهداة. وفي سورة الأنبياء الآية 7 بعد 100 الأولى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا طبقنا هذه الموازين الشرعية تستقيم حياتنا الأسرية، تستقيم حياتنا الاجتماعية، تستقيم حياتنا التجارية الاقتصادية، تستقيم حياتنا السياسية، حياتنا الثقافية، حياتنا الإعلامية، تستقيم حياتنا في جميع المجالات. كيف لا، والقرآن يعلمنا التزام الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، سورة الفاتحة، وأن هذا صراطي مستقيما. إذن هذا الصراط المستقيم الموزون العادل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بارك الله فيك دكتور، يعني ما شاء الله على هذا المدخل الذي يفتح العقول، كيف لا، وأنت تذكرنا بالموازين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقد حذرت من المعالمات التي يجب أن تكون أيضا متزنة حتى لا تحدث يعني مشكلات بين الناس ويكون الخلل. دكتور سعيد، ممكن ترجمة هذا المدخل باللغة الأمازيغية لنمر لمعاينة القضايا في ركن هذه قضيتي. تفضل دكتور. الميزان. الميزان أي 33. سيدي ربي دي خلقنا الدنيا أكن مثلا
يفنات في الميزان أو كاين يقدرون ذي الدوني في الميزان أما ذا قور أما ذي طيجة أما ذي ثران أما ذي الذيور أما ذي البحور أما ذي سفن أما ذا أما ذي يعني العبادة سيدي ربي يوم راه باش تنعبد تنعبد في الميزان ما نتولي تقول دي خلق ربي سبحانه أن وحد ربي سبحانه عز وجل التوحيد راه غير سي وظن باش هذا نفهم باللي كل شيء يفنث في الميزان وذا غينا يغدين يعني المعاملات يراون اما غادي ثواشول تجري مولان او كذا الدريه اي مولان ما الا في كنس زال الميزان الا قد ساعدلن يار الدريانسن ولا قرد خذ من يعني الفطل يرسن ماشي وثحمل وثكرهن ولا مثل الحماله يون السيسن سواطاس ولا شري سغفل خاطري مولان في كل حمل ولكن يضوعن ربي ولكن يسني ضوعان ولكن يقارن كان نعم اما انا اري لا قارن غث الضرن الضرن وينو حمل نارا ماشي واسفكن واسكسن واثنفعن واثضرن واثيد سقرفن واثسبعذن ما خدمنا كان مولان اثاني روح حسن الميزان اول ذغي الحس الميزان ذغ الدريا يوسطنا ربي سبحانه يوسط الدريا باش اذقابلن يمولن نسندغس الميزان ير الجيران ذي السواق ذي ثيكري نغمرة ذي الخدمة أن دا يروح الميزان هذه ظرو خسار ولو كان ذو قوال أول ما يروح على الميزان أدي وثا خسار ذيني من قرن الجدود نغيم زورة أولي فنو يتهدو أولي الزيز دي يسلوغو أولي جبر يتروزو أول يتساوي دشوال أما كنت يتساوي ثالوي ثغال سس خدم بوال كل شيء في نغف أول ذي الميزان من في كياس القيمة غير الميزان أني ذير ذي الهنا ذي ثلويث ذي السر ذي لسر ما يروح على الميزان أدن الفون وغورا إم قرانا أريغ السلوغا في ذرة النغ أو هربي أسنفك أزال الميزان باش أني ذير أكذ الميزان وذي ذير ذنغ الميزان أني ذير ذي السر ذي لسر بارك الله فيك دكتور سعيد فليكن في هذه الحلقة المعنونة بالميزان دائما يرافقكم ركن هذه قضيتي الذي نعالج فيه العديد من القضايا خاصة التي تأتينا عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني وحتى نضع أيضا الميزان في هذه القضايا من خلال المباشر ومن خلال الأعداد المسجلة كهذا العدد الذي سجلناه خاصا لكم ومن أجلكم من أجل إصلاح ذات البين في عنوان الميزان. إذن تابعوا معنا هذا الركن ونعود لعرض قضاياكم من خلال برنامجي. عدنا إليكم والعود أحمد بالنسبة للقضايا كما قلت قبل قليل التي نعالجها في برنامج والصلح خير من مشكلات نزاعات وخلافات والعودة دائما إلى هذه الآية الكريمة من ذكر الله العزيز الحكيم والصلح خير مع فضيلة الدكتور السعيد بوزي في هذه السهرة. إذن سنعرض قضية حسن من الأغواط دكتور يقول نزاع عقاري مع أولاد العم منذ أكثر من 20 سنة اتفقنا على رفع دعوى إلى القضاء كما كنت تتحدث قبل قليل بالنسبة للقضاء القضايا الموجودة في رفوف المحاكم والمطالبة بتعيين خبير مختص هل يتحقق حل هذا النزاع بهذه الكيفية بعد عجز سبل أخرى التي هي ربما الصلح وإعادة المياه إلى مجاريها؟ تفضل دكتور قضية حسن من الأغواط وهو يشاهد الآن البرنامج تفضل دكتور لك الفضل نجاة الأخ حسن من الأغواط أولا تعليق خفيف يا نجاة على هذا النزاع الذي دام أكثر من 20 سنة هذه رسالة حياة 20 سنة معناها اللي يعيش 60 سنة معناها ثلث العمر راح في النزاع في المحاكمة والله لو كان الإنسان يعيش في سلم وسلام طول حياته ويعمل الصالحات سيندم يوم القيامة لأنه لم يعمل أكثر هذا لو لم يضيع وقته في النزاعات
ماذا نقول عن شخص ضيع الكثير من عمره الغالي الذي لا يعوض في النزاعات؟ أخي حسن أعذرني استثمر يعني هذا السؤال باش نقدم رسالة لنا جميعا وكلنا معنيون. نجاة الوقت اللي يضيع الإنسان في النزاع، يعني هذا الوقت مليح يعني؟ نعم أكيد. يعني هل يكون نفسيا مرتاحا واجتماعيا؟ لا نفسيا ولا ماديا ولا اجتماعيا ولا أسريا، ما يكونش مرتاح ولا حتى في دائرة المحيط. يعني هذا النزاع يؤثر على حياته، يحذر في حياته أكيد. يؤثر سلبا في حياته. نعم. يعني حتى كي يكون في جو مليح مثلا يتذكر ذلك النزاع العالق، هذا ينغص حياته، عليه حياته، يكدر حياته. كل ما يتفكر يتفكر. يعني سبحان الله، مرة واحد كان عنده يعني طلاق، نعم، طلق زوجته وبعدين ندم وكذا وكذا، هو يقول كلما قرأت القرآن أصل إلى آية الطلاق وأتذكر مأساتي. نعم. هو يقرأ القرآن يعني بين يقف بين يدي الله، ولكن يقرأ آيات الطلاق ويتذكر بأنه طلق زوجته وقد أذن لي بالرواية. وكلما نعم. ذكرت حكاية أذكر هذه الملاحظة، لأن الذي لم يأذن لن أروي. نعم. ولم نذكر اسمه، إذن نأخذ العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالإقوام، خاصة أنه لم يحترم الميزان. نعود مرة أخرى إلى الميزان. نعم. لو طلقها لأسباب معقولة يعني الطلاق قد يكون حلا. نعم. ولكن كونه لم يحترم ذلك الميزان يشعر بتأنيب الضمير. هذا الضمير الذي يعيش معه. فلنحذر إذن إخواني أخواتي، والله هذه الموازين كلما احترمناها كلما استقامت حياتنا واستقرت. نعم. أعود، إذن 20 سنة مدة طويلة. لذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إخواني وأخواتي بالحديث الذي ذكرناه مرارا وسنذكره، حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر النزاع الذي وقع بين أهل قباء، قال اذهبوا بنا نصلح بينهم، انتهى الأمر. وهذا شعار البرنامج. نعم، شعار البرنامج. نعم. يعني المبادرة إلى الصلح في أول النزاع. نعم. لا نتأخر. لا نتأخر. نعم. وإلا إذا تأخرنا يولي النزاع آخر. يتعقد. نعم. كلما تعقد كلما استعصى على الصلح، واستعصى أيضا على القضاء. القضاء. الرسالة الثانية، قال حينما لم تنفع السبل الأخرى. إذن كما قلت نجاة، نفهم بأن للأسف مساعي الصلح لم تنفع. وهنا أشارة أخرى، أقول لجميع المتنازعين، ما قال ربنا والصلح خير؟ هذا جزء من الآية. نعم. الآية 128 من سورة النساء، والصلح خير. نعم. يعني فيه الخير كثير، الخير كاين وكاين. حتى ذاك اللي لازم يدي 500 متر دا غير 350 متر، هو راح له 150 متر. ولكن خير، خير فيه خير. نعم. أولا أربح لهنا، الخير ليس في الكمية. نعم. أربح لهنا. نعم. لهنا هذه مت يقول لك استقبالي ثقرن لهنا تضمن الغنى. الغنى. إذا كان واحد عنده الغنى غني ولكن ما هوش متهني. متهني. نعم. هل يشعر بالسعادة؟ أبدا. تلقى واحد مهني وما عندوش الأموال. يا حسراه، يعيش في واحد الهناء الذي لا يوصف. يحسد عليه ربما. نعم. ثنين، أنه وضع حدا للنزاع، تهنى. نعم. خلاص ما يزيدش يروح المحاكم إلى آخره. رقم ثلاثة، أن الله يعوض له هذيك 150 متر اللي راحت له، بل أكثر. ويا من الناس تنازلوا عن بعض حقوقهم وربي سبحانه عوض لهم. في مثل بالقبالي يقول أويني جاني جنجان، بمعنى يؤجر دكتور، يؤجر. نعم. أويني جان إجنجان. يعني الذي يريد النجاة، يا نجاة يسلك بخير وعلى خير في الدنيا والآخرة، يتنازل. لو كان ما يتنازلش
يقول لا انا حقي ناخذه كامل. هذا الاشكال. يقول لك خويا دا اف 4 انا ندي اف 4. نعم. اما نديش اف 4. نعم. تقول اودي بيناتكم شويه متر. لا لا ندي كيما هو. دا هو في الطبق الثاني انا ما نديهمش في الطبق الرابع. نعم. قال اختي مثلا دات 500 متر انا عداش علاش ندي 490 راحوا لي 10 امتار. كلما ندخلوا في هذه للاسف تضيع. نعم. هو 10 مترات يقدر يجيب فيها 7 سنين في المحكمه. نعم. يولي واش ربح يعني بعد ما ضيع اموال كثيره في المحاكم فضلا عن الجانب النفسي وعن الجانب المعنوي السيكولوجي. نعم. الى اخره. نعم. اذا نقول نوجه رساله لنا جميعا ما قال ربنا والصلح خير. يعني لا يصح نقلا ولا عقلا رفض مساعي الصلح. كي يجيو اهل الصلح واهل الخير قولوا لهم مرحبا بكم لا سلما وين مرحبا يسوان. الان الاخ حسن يسال. نعم. قال لك بغاو يرفعوا القضيه للمحكمه. نعم. مع المطالبه بتعيين خبير مختص. نعم. الجواب يا أخي حسن نعم طبقا للقانون يعني قانون 08-09 اللي هو قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 126 تتحدث تنص على تعيين الخبراء والخبراء مساعدون للقضاء. هذا حق قانوني وقبل ذلك هو حق شرعي دلت عليه النصوص. ربنا يقول فاسأل به خبيرا. إذا عندكم الحق باش تطلبوا من القاضي يعين لكم الخبير المختص لما طبقا للمادة 126 كما قلنا. وتعيين الخبير يكون إما من تلقاء نفس القاضي. نعم. يعني القاضي هو الذي يقدر بأن المسألة تحتاج إلى خبرة. خبرة. نعم. إكسبرتيز. والقاضي يعين الخبير. وله الحق في ذلك. في المادة 126. وهذه المادة نفسها أيضا تعطي هذا الحق لتعطي هذا الحق للخصم. من حق أي خصم المطالبة بتعيين خبير مختص. هذه في المادة 126. وكي نرجعوا للمادة 128 ذكرت جملة من الأمور منها الأمر الأول أن القاضي سيحدد مهمة الخبير بدقة. كان يقول مثلا القاضي يقول عيننا الخبير الفلاني أمرنا بتعيين الخبير الفلاني لتقويم هذه الدار. نعم. يقومها. نعم. الاستيماسيون ليفالياسيون ولا يقوم هذه القطعة الأرضية. ولا محلات أو إلى آخره محلات. نعم. تجارية يعني تقوم كل التركة دكتور. المهم المهمة تكون محددة. يعني الميسيون تكون واضحة طبقا للمادة 128. الخبير لازم يعرف المهمة نتاعو. والأمر الثاني الذي نصت عليه المادة 128. نعم. تحديد الأجل. أجل إيداع تقرير الخبرة على مستوى المحكمة. محكمة. نعم. إذن فلكم الحق يا سي حسان. نسأل الله أن يحل هذا النزاع عاجلا لا آجلا. ونصيحة أخرى الخبير كيدي الخبرة نتاعو أيضا طبقوها خطر عليها. ممكن ثاني واحد آخر يزيد تغنانت يقول لك نطلب الخبرة المضادة ويطولوا. نعم. مادام فاتوا 20 سنة نجت. طيب. بزاف. نعم. ماذا بك ينتهي هذا النزاع إن شاء الله على مستوى. نعم. القضاء بعد تعيين هذا الخبير المختص إن شاء الله دكتور. فليكن بالنسبة لقضية حسن من الأغواط نمر إلى عبد الحق في قضية يقول فيها توفي والدنا عام 1999 قسمنا جميع معظم التركة دكتور يقول هكذا ما عدا دكانين احتفظنا بهما مصدرا للمال دكتور لاستكمال مشروعي البناء الذي
بدأه والدنا رحمه الله، واتفقنا على الاستمرار في هذه الطريقة إلى غاية 2025 بحول الله تعالى. هل هذا الأمر مشروع؟ يقول عبد الحق. وكيف السبيل لقسمة الدكانين في الموعد المحدد وهو 2025؟ دكتور سعيد. عبد الحق الوالد الله يرحمه مات في 1999، هو يقول أنا جات نقسمه معظم التركة. معظم التركة، نعم. فقط طيب. خلاو دكانين. دكانين، نعم. من أجل باش يكون مصدر للمال. للمال، نعم. هو برر يعني هذا السبب. السبب، نعم. بين السبب قائلا لاستكمال البناء. مشروع البناء الذي بدأه الوالد رحمه الله. والله هذه القضية لها مثيلات كثيرات. أن الورثة يقسموا التركة، ولكن أحيانا يخليوا بعض الممتلكات، شركة، حانوت ولا أي شيء، يخليوه ما يقسموهش. أولا هل هذا مشروع؟ الجواب نعم. احنا في كل مرة ندعو إلى قسمة التركة في وقتها، نعم. على دفعا أو درءا لأي نزاع محتمل. اتفقنا. ولكن هنا هل يجوز؟ الجواب يجوز، والأمر مشروع. هو عطلنا التبرير، باباهم الله يرحمه بدأ مشروع البناء، وكان الوالدين يبغاو يبني وقبل ما يموتوا باش كل واحد يعطي له الطابق نتاعه ولا السكنة نتاعه وكذا. ولكن وافته المنية، جاته الموت قبل ما يكمل هذا البناء. هذا المشروع، نعم. لو قسموا هذا البناء الآن، أولا ماهوش مكتمل. ممكن واحد يصح له طابق مكتمل فيني خلاص يقدر يسكن فيه، والآخر ما يسكنش، نعم. يروح يولي كراي، وقد يكون هذا سببا في النزاع. نعم. احنا اللي همنا يا نجد كما تعرفي ويعرفوا الناس أن نحوسوا باش ما يكونش النزاع. نعم. الوقاية خير من العلاج. نعم. وإذا وقع النزاع أيضا والصلح خير، حاضر. نعم. حاضر هنا حاضر له، ونقرب بين أفراد الأسرة. نعم. نعم. ونقلص من دائرة النزاعات بقدر الإمكان. الآن والتركة كما تقول لا تقسم الأخوة. نعم، نقسم التركات ولا نقسم الأخوة. صحيح. نعم. الآن الدكانين هذون خلوهم كمصدر منذ 1999. 99، نعم. يعني مدة طويلة. وقالك زد اتفقنا باش على قسمة الدكانين في 2025، يعني مازال نحن الآن رانا في 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 في, في 2023 ولا. نعم. نعم. المهم انه مازال ما قسموش هذا التركة. الجواب هذا الأمر مشروع بشرط أن تضبط إدارة الدكانين اللي راهم مازالهم في حالة الشيوع. نعم. ما زالهم في الانديفيزيون. الانديفيزيون، نعم. لابد من الضبط. نحن نعتبر أنه الضبط موجود ما دام 1999 ما عندهمش مشاكل، إذن لا بأس. يعني ونطالب بالمزيد من الضبط. علاه؟ باش ما ينفلتش الأمر من أيديكم. ولازم تعرفوا باللي جميع الأموال اللي تجي من الدكانين كلكم شركاء فيها. فيها، نعم. وهي على الشيوع. يعني بالمناسبة من ناحية الشرعية قلنا هذا الأمر جائز، ومن ناحية القانونية طبقا للقانون 75-58 المعدل والمتمم المادة 713 وما بعدها، هذا الأمر مشروع. المادة 713 يعني الجميع، جميع الورثة لهم الحق في الدكانين اللي راهم مازالهم على الشيوع، لأن الحصص غير مفرزة. طيب. مازالهم في الانديفيزيون. اتفقنا؟ المادة 713 تسمح بهذا الشيوع مسموح. وأكدت على أمر مهم جدا أن كل واحد من المالكين على الشيوع من الورثة عنده ملكية تامة في الدكانين، فقط ملكية غير مفرزة. طيب. غير مفرزة. والمادة 714
تؤكد ما ورد في المادة 713 وتضيف حق الانتفاع. يعني كل واحد من الورثة عنده حق الانتفاع، وهم في الحقيقة الآن ينتفعون ما دام راهم يكملوا المشروع. الآن إذن يجوز لكم الإبقاء على الدكانين في حالة الشيوع مع ضبط الانتفاع بالدكانين طبقا لموازين الشريعة وعملا بأحكام القانون المدني من المادة 713 وما بعده إلى أن يأتي 2025 تأتي المادة 724 وتقولكم مرحبا بكم الآن خرجوا من الشيوع. والخروج من الشيوع عندكم أحرار، يا إما بيناتكم بطريقة ودية رضائية إما بالطريقة القضائية. وفي كل مرة نقول أن القضاء يؤخر في هذه الأمور. الأصل نبدأ بمساعي الصلح بالحلول الودية، فإذا لم تسعف هذه الحلول الودية الجأوا إلى القضاء ولا حرج في ذلك للخروج من الشيوع نهائيا في 2025. وقد استكملتم هذا البناء إن شاء الله وتكون القسمة عادلة سوية إن شاء الله. دكتور عبد الحق من بومرداس، نمر إلى قضية كريمة من العاصمة ويتعلق الأمر بالفرائض. الآن دكتور تقول: مات والدي في أكتوبر 2021 تاركا زوجة والدتي والدة كريمة، 5 بنات، ابن، أم، وأخوين شقيقين. التركة مكوناتها 3 منازل، سيارتين، قطعتين أرضيتين، الأولى 900 متر مربع والثانية والقطعة الثانية 750 متر مربع، وأيضا مبلغ مادي في البنك. قسمة التركة كيف تكون بالنسبة لكريمة من العاصمة دكتور سعيد؟ نعم الأخت كريمة، نفيدك بما يأتي بيانه. هذه فريضة شرعية، وطبعا نجات الفرائض دائما تتكرر لأن النزاعات في مجال المواريث كثيرة. بالمناسبة الإحصاءات يعني المنازعات في المواريث خاصة في هذه السنوات الأخيرة كثرت جدا دكتور. والمؤشر البياني لمسائل المواريث في تصاعد مستمر مستمر. وقد لاحظنا ذلك من خلال برنامج وصل الحقائق، كل سنة يتصاعد الرقم في زيادة. اليوم تحدثنا عن الميزان. كلما اختل الميزان وقع، وهذا الأمر مضبوط في, 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 في الشريعة، رب سبحانه وضع له الموازين. ولكن سبحان الله الإنسان إنسان إنسان، كلما اقترب من الدين كلما استقام حاله، كلما ابتعد عنه كلما اختل توازنه. نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله. إذن يا كريمة، والد الله يرحمه خلى زوجة وخمس بنات وابن وأم وأخوين شقيقين. أول مرحلة نقسم ونوزع الأنصبة. الزوجة ترث الثمن. الزوجة اللي هي الوالدة نتاعك ترث الثمن مما خلفه مورثها ومورثكم الثمن لوجود الفرع الوارث. والخمس بنات والابن يرثون الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين. والأم يعني جدتك ترث السدس، لوانسيزيام السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث من جهة، ولوجود جمع من الإخوة من جهة أخرى. هناك سببان لتوريث الأم بالسدس. نجت أيضا أفتح قوسا، دائما نشرح هذه المسائل وأكررها، يعني والكثير من الناس علقوا على هذا الأمر
فاستحسنوها، قالوا عبارة عن مراجعة. مراجعة نعم. لو قلنا الثمن الربع السدس إلى آخره ما يكفي، ما لابد من التبرير، نعم، من بيان تعليل هذه الأنصبة. لذلك نكررها لترسيخ هذه المعلومات في أمر يتعلق بعلم الفرائض، حتى نتعلم. وعلم الفرائض هو أول علم يرفع، نعم. ننتبه، أول علم يرفع هو هذا العلم، نعم. لذلك لابد أن ننتبه. هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، نعم. إذن عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام نفعل ما تعلمون. لذلك نتعلمها معك دكتور إن شاء الله يا نجاة، نعم. بارك الله فيك، نعم. إذن الأم ترث السدس، قلنا لسببين، نعم. الأول لوجود الفرع الوارث، الثاني لوجود جمع من الإخوة، أي هناك أخوان شقيقة، نعم. طيب الآن نرجع للأخوين الشقيقين، لا يرثان شيئا، هما محجوبان حجب حرمان بالابن، لأن الابن ينتمي إلى جهة البنوة، نعم. أما الأخ ولا الإخوة ينتمون إلى جهة الأخوة، وجهة الأخوة مؤخرة على جهة البنوة، أو جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، ولازم يكون عندنا كاع الروح الرياضية في التعامل مع الرياضيات نتاع الفرائض، نعم. لو ما كانش الابن يديه، ولكن مادام كان الابن خلاص يعني هما محجوبان حجب حرمان. أحيانا سبحان الله من لطائف الحياة يا نجاة، هذو الناس اللي ما يديوش هم أقارب، هم الذين يشرفون على القسمة، نوتر عادلين، نعم. يقول لك يا اخي احنا اقارب ولكن ما نديوش، نعم. هم اللي هم يشرفون على القسمه الرضائيه بين الورثه، وكاني اقول لهؤلاء افعلوا شيئا تؤجرون عليه في هذا المجال. ومن لطائف البرنامج الوقت دكتور، قوى 4 دقائق يكفوك دكتور، أكيد. ان شاء الله يكفي ان شاء الله. تفضل اختزل، نعم. الان ثمن 24. 24 نعم. ثلاث أسهم، نعم. إذن الزوجة عندها ثلاث أسهم، نعم. الأم بدأ بها عندها السدس 24، إذن أربعة أسهم من أصل 24. 24 نعم. الباقي للبنات والابن 17، نعم. لازم الآن نقسموا 17 على الأبناء، على الابن والبنات. والبنات هنا المسألة فيها انكسار، المسألة فيها انكسار، انكسار نعم. لماذا؟ لأن 17 لا يمكن قسمتها على 7، سبعة نعم، لأنه البنات 5 زائد الابن بسهمين، فسبعة لا يمكن قسمتها إلا بفاصلة، نعم. وقلنا مرارا بأن علم الفرائض يرفض الفواصل في هذه المرحلة، نعم. إذ نقول أن المسألة فيها انكسار، ما دام هناك انكسار على مستوى هذه الطبقة نصححها. كيف نصححها؟ نأخذ عدد الرؤوس المنكسر عليهم، أطرح القواعد دون التفصيل، نعم. نضرب عدد الرؤوس المنكسر عليهم وهو 7، نضربها في 24، والناتج يعد أصلا جديدا للمسألة، ونستخرج الأسهم الجديدة بضرب عدد العدد الذي صححت به المسألة وهو 7 في الأسهم القديمة. الزوجة عندها 3 في 7 21، وهكذا الابن والبنات 17 في 7، والأم 4 في 7 إلى آخره. يعني نخرج الأسهم ثم نستخرج قيمة السهم الواحد بعد تقويم هذه العناصر، عناصر التركة كلها، ثلاث منازل، سيارتين، قطعتين أرضيتين، واحدة 900 متر والأخرى 750 متر مربع، مبلغ مالي. المبلغ الإجمالي نخرجوه، مثلا إذا كان المنازل ب6 ملايير مثلا، والسيارتين ب400 مليون، هاي 6 ملايير 400 مليون، والقطعة نتاع 900 متر مربع مثلا قيمتها 3 ملايير، وهكذا، نعم. وبعدين إلى غاية ما نوصل المبلغ المالي، إذا كان المبلغ الإجمالي مثلا مقدر ب40 مليار مثلا، نعم، نقسم 40 مليار على أصل مسألة الذي ذكرنا، الأصل مسألة جديد، والناتج اللي هو قيمة السهم الواحد نضربه في سهم كل وارث، نعم. وبذلك تكمل الفريضة بالتمام والكمال يا كريمة، وربي يرحم الوالد نتاعك ويرحم جميع موتانا،
وإن شاء الله ربي يبارك في أخوتكم ويبارك في أرزاقكم إن شاء الله. دكتور، بقي من الوقت دقيقة، ربما رسالة من رسائل البرنامج والذي يتعلق الأمر بالميزان. كان لقاء نختمها بالخليل بن أحمد الفراهيدي. نعم. خرجة. نعم. الخليل هو اللي دار العروض. نعم. علم العروض. نعم. مفاعل. يعني حتى الشعر عنده ميزان. ميزان. نعم. باش ما نقول فقط الميزان. نعم. لم يستثني مجالا من المجالات. قواعد النحو العربي: الفاعل مرفوع. نعم. المفعول به منصوب، هذا ميزان. الكلام لا بد أن يكون موزونا. نعم. والميزان في بنائه وفي مقاصده. قد يكون الكلام موزونا في بنائه، واحد يقول كلام عادي موزون، ولكن في مضمونه ماهوش موزون. نعم. والميزان إذن يشمل الأمرين: البناء والمقصد. فليكن إن شاء الله البناء والمقصد في برنامج والصلح خير مع فضيلة الدكتور سعيد بوزي. شكرا على الرأي الرشيد والسديد. دكتور سعيد، نلتقي بك في الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.